بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله لكم الأجر بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة بعنوان زيارة الأربعين سلم العروج، إن حدث اجتماعي عقائدي إنساني متميز كما ونوعا على مستوى البشرية أجمع، ومتجدد سنويا كشعيرة زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام. ينبغي جديا التأمل بجانب من أبعادها وأهدافها، لأنها في حقيقتها فرصة واسعة للتكامل. نعم، هي مناسبة حزن، ولكن الله جل جلاله ببركة الإمام الحسين عليه السلام منحها نعمة للبشرية بشكل عام، والشعب العراقي بشكل خاص. نعم، هذه الشعيرة المقدسة مرتفعة في علوها، ولكن يمكن من خلال الثقلين العظيمين الكتاب والعترة الاقتراب من بعض معاني هذه الشعيرة المقدسة. وقبل الدخول في مطلب البحث، هنالك قاعدة كلية أو سنة كونية، سمها ما شئت، تشير إلى أن النتائج أو الأهداف تبنى على مقدماتها أو ترتكز على مقدماتها، سواء كان الأهداف والنتائج المادية منتج عمراني، صناعي، زراعي، تجاري، فني، رياضي، أو منتج معنوي، دراسات، تحقيقات، مقامات. وكلما كانت هذه المقدمات أفضل كما ونوعا، ساهم ذلك في كفاءة المنتج. وعلى سبيل المثال، لو أردنا منتج عمراني، بناية مؤسسة، مدرسة، حسينية، تعتمد هذا المنتج على مقدماته. مثلا المقدمة الأولى مواد الأولية الداخلة في عملية البناء، وكلما كانت هذه المواد أفضل كما ونوعا، ساهم في كفاءة ونوعية المنتج، أي المنتج العمراني. المقدمة الثانية عملية البناء، كلما كان القائم على عملية البناء أكثر خبرة، سواء كان مهندس، معمار، فني، أسطى، ساهم ذلك في كفاءة ونوعية المنتج. من هنا، هل توجد مقدمات لهذه الشعيرة المقدسة؟ لأنه لا يمكن قبول فكرة أن هذه الشعيرة المقدسة والكرنفال الإنساني العظيم خالي من النتائج. لابد من نتائج وأهداف تستتبع أداء هذه الشعيرة المقدسة. قلنا من خلال الثقلين العظيمين يمكن أن نقترب من بعض معاني هذه الشعيرة. هنالك رواية صحيحة السند رواها معاوية ابن وهب، ذكرت في ثواب الأعمال للشيخ الصدوق وكامل الزيارات للقمي والكافي الكليني. هذه الرواية مروية عن إمامنا الصادق عليه السلام، وهي في واقعها عبارة عن دعاء. الإمام الصادق يذكر في دعائه، أذكر مقطع من هذه الرواية: اللهم اغفر لي ولإخواني ولزوار أبي الحسين عليه السلام الذين أنفقوا أموالهم وشخصوا أبدانهم، هذا مقطع، رغبة في برنا، رجاء لما عندك في صلتنا، سرورا أدخلوه على نبيك، إجابة منهم لأمرنا، غيظا أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضاك، هذا مقطع، اللهم فكافئهم بالرضوان، هذا مقطع ثالث. من هذا الدعاء، من هذه الرواية، يمكن لنا أن نستشف بمعنى من المعاني المقدمة الأولى، أي المواد الأولية الداخلة في أداء هذه الشعيرة المقدسة، والمقدمة الثانية أي عملية البناء في هذه الشعيرة المقدسة، والنتائج أو الهدف. المقدمة الأولى
يقول الإمام الصادق: الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم، أي أن المادة الأولية الداخلة في أداء هذه الشعيرة المقدسة هي الأموال والأبدان. أنفقوا أموالهم تشير إلى جماعة ليس فرد، وأنفقوا تشير إلى بذل في الماضي ولكنه مستمر، أي أنفقوا بذلوا أموالهم وما زالوا يبذلون، أصبح البذل من خصالهم. أنفقوا أموالهم في سبيل الله حينما وضعوها في المواضع الصالحة. نسأل القرآن ماذا يكون ثواب هؤلاء في هذه الجزئية، في هذه المادة الأولية. يقول الله جل جلاله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نأتي إلى هذه الجزئية، المادة الأولية الأولى الداخلة في أداء هذه الشعيرة المقدسة. ينبغي هنا الالتفات إلى عدة أمور، منها الأمر الأول: يجب أن تكون هذه الأموال التي تنفق في أداء هذه الشعيرة حلال طاهرة. لماذا؟ لأن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الأمر الثاني: يجب أن لا يتهسب الأموال طاهرة دخل بها محيط أداء الشعيرة. حينما دخل محيط الشعيرة زيارة 40، أيضا هنالك تترتب على الزائر أمور. من هذه الأمور: يجب أن لا يتبع ما أنفق منا وأذى. لماذا؟ لأن ذلك يبطل العمل، يعتبر نقطة ضعف في هذا المال، قد يؤدي إلى خروجه من محيط الزيارة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. أي نستشف من هذه العبارة أن هنالك من يدخل محيط هذه الزيارة ولكن هدفه رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هنا الله جل جلاله يكشف عن هوية هؤلاء المرائين، هو حتى أصلا ما يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن دخل محيط هذه الزيارة عنده مآرب لأهداف أخرى، أهداف مصلحية شخصية حزبية. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الأمر الثالث الذي ينبغي الالتفات إليه: تجنب الإسراف والتبذير. بالمناسبة مو فقط صاحب الموكب أو الخادم يتجنب الإنفاق، حتى الزائر مرات هو في موكب مثلا ماكل الموكب، يجي لهذا الموكب انتخب، مو واجب إلا كل موكب تاكل من عنده، ياخذ حصة مجرد بس يشوفه ويشمر، فهذا هنا أنا قاعد يدخل نفسه بإشكال من حيث يعلم أو لا يعلم. هذه المادة الأولية الأولى. المادة الأولية الثانية الداخلة في عملية شعيرة زيارة 40: أشخصوا أبدانهم. شخص البدن أي بان وبدا وظهر وارتفع بثبات ورسوخ، أي إن هؤلاء الذين دخلوا محيط أداء هذه الشعيرة المقدسة دخلوها في الأموال والأبدان. هسه أحياناً واحد ينفق أموال بس هو خارج العراق مثلاً في السجن، بس هو شارك دخل محيط هذه الزيارة بالأموال. أكو واحد يدخل محيط هذه الزيارة بالأبدان بس مثلاً ما عنده أموال. أكو واحد يدخل محيط هذه الزيارة عنده نسبة معينة من الأموال والأنفاق، من الأموال والبدن، يعني بدن شخص بدنه، سواء شخص بدنه أي بان وظهر وارتفع في الخدمة في المشي نحو ضريح الإمام الحسين أو في الزيارة. الأمور التي رأيناها في الأموال أيضا هنا صحيحة تطبق. يعني شنو مثلا؟
إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، يعني يجب أن يدخل الشخص محيط أداة شعيرة الزيارة الأربعين ببدن طاهر. اثنين، دخل محيط الزيارة يجب لا أن يتبع مثلا هو يخدم أو مثلا يمشي، يجب أن لا يتبع هاي الخدمة والمشي من وأذى. كذلك الإسراف والتبذير، هنا أيضا صور للإسراف والتبذير. وعلى سبيل المثال ذكر السيد القائد مقتدى الصدر انه انت لا تلح على الزائر قوه مروه حتى تهدده الا تاكل، اتركه على راحته، هذا امر ما مذموم. الان بعد الانتهاء من المقدمه الاولى الداخله في عمليه زياره الأربعين ننتقل الى المقدمه الثانيه، المقدمه الثانيه اي عمليه البناء في اداء هذه الشعيره. بحسب قول الامام الصادق عمليه البناء في اداء شعيره زياره الأربعين تتكون من 6 مراحل نتطرق إليها بإيجاز لأن البحث واسع متشعب. المرحلة الأولى من عملية البناء بالضبط مثل عملية البناء العمراني، أيضا أكو أساس وحياطين وفقرة فقرة وسقف. رغبة في برنا، هاي المرحلة الأولى، رجاء لما عندك في صلتنا، المرحلة الثانية، سرورا أدخلوه على نبيك إجابة منهم لأمرنا، هاي مرحلة مراحل في أداء هذه الشعيرة. غيظا أدخلوه على عدونا، كل هذه مؤطرة أرادوا بذلك رضاه، يعني الهدف الحقيقي في أداء هذه الشعيرة هو طلب رضا الله جل جلاله. باختصار نتطرق إلى المراحل الداخلة في عملية بناء أداء هذه الشعيرة المقدسة. رغبة في برنا، رغبة أي ميل نحو شيء، طلب شيء. برنا بر أهل البيت، البر بشكل عام هو العمل الصالح له مصادر كثيرة. نأتي إلى البر، برنا أي بر أهل البيت، بر أهل البيت نسأل القرآن ما هو المصداق العالي، لأن برنا بر أهل البيت بالتأكيد هو من المصادر العالية للبر. ماذا يقول القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، شنو البر؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا مقطع لحد الآن، هذه 5 اعتقادات معنوية مما نستشفه منها إن هنالك من يدخل محيط زيارة الأربعين وهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني دخل محيط هذه الزيارة بعنوان إن الحسين رمز إنساني، هسه هو سيخي هندوسي اعتبر وهو حقيقة اعتبر إن الحسين رمز إنساني دخل محيط هذه الزيارة. ماذا يترتب على المؤمن بالله واليوم الآخر؟ هنا يجب أن يكون المؤمن بالله واليوم الآخر دليل إلى الله، داعي إلى الله، يعني هذا هو دخل محيط الزيارة. يجب أن يكون المؤمن بالله واليوم الآخر يعرفه على الله، مو يعرفه يجي يسولف وياه من خلال سلوكه من خلال أفعاله. زين، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، أي هنالك من دخل محيط الزيارة ولكن ما يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بنبوة محمد، مسيحي يهودي. هنا أيضا يترتب على الزائر التعريف بمحمد وآل محمد، يترتب على الزائر الحسيني الحقيقي التعريف بالكتاب. بعد الانتقال من هذا المقطع ننتقل إلى المقطع الثاني والذي يتبين فيه دور وأهمية المادة الأولية، وآتى المال على حبه. هسه حبه سواء كان حب الله صحيحة، حب الحسين داخل في حب الله، حب المال هم أكو، يعني هاي الأصناف كلها موجودة. آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. كل هذه الأصناف أفضل زمان وأفضل مكان للإنسان يجدهم وينفق عليهم المال في سبيل الله هي زيارة الأربعين. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذا البر، يعني هنا رغبة في برنا، هذا البر. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
ونحن أتباع منهج الشهيدين الصدرين قبل أيام قلائل، قبل فترة قصيرة آخر عهد وقعناه بالدم،